حبايبي الحلوين، بنقول لأغسطس باي وأهلا بسبتمبر اللي مرتبط معايا طول عمره بدخول المدارس. فلو الدراسة قربت عندكم برضو قولولنا هتبدأوا إمتى؟ انتوا عارفين ان اخباركم تهمني، بس انا بتكلم عن الدراسة مخصوص دلوقتي عشان ابطال حكايتنا النهاردة قصتهم هم كمان بدأت من المدرسة. فلو عايزين تعرفوا كل حاجة بدأت ازاي ووصلت لفين ما تقفلوش الفيديو وكملوا معايا الحكاية كلها. في يوم مشمس وجميل مذيع الشارع بتاع الصين وقف ابطالنا شي وشومه في الشارع زي اي حد معدي. طبعا هو موقف كل واحد لوحده يعني عشان هما اساسا دلوقتي ما يعرفوش حاجة عن بعض، وقعد يسألهم عن اكلاتهم المفضلة وافلامهم المفضلة وكمان عن حبهم الاول، والاتنين تقولش غشين من بعض جاوبوا نفس الاجابات هي هي. وفي السؤال بتاع الحب الاول كل واحد فيهم كان فاكر ان التاني نسيه خالص، فهي قالت للمذيع والله ما فاكرة اكلت ايه امبارح عشان افتكر حب الاول كان مين، وهو قال له ان حبه الاول مستحيل تفتكره. وبعدها الاتنين خدوا طرق معاكسة من غير ما يلاحظوا حتى انهم في نفس المكان. مين دول بقى اساسا؟ هي تبقى شومو موظفة في شركة ليها اسمها، ورغم ده كله عمالة تقعد مع عرسان جداد كل يوم بسبب ضغط مامتها اللي عايزة تجوزها النهاردة قبل بكرة وتشيل ولادها، وبكل اسف مفيش عريس عاجبها. ومن فترة للتانية بتفكر دايما في زميلها شي اللي كان قاعد معاها في نفس الديسك ايام ثانوي. شي بقى يا ولاد فلسه راجع من السفر طازة بعد غياب طويل، وقاعد بيظبط بيته الجديد مع صاحبه عشان يستقر في البلد تماما ويشتغل من بكره عشان هو مش بتاع اجازات وبيحب يضرب على الحديد وهو سخن. وعرفنا الكلام ده لما خلصوا توضيب الشقه وراحوا مطعم كانت فيه بالصدفه البحته شومو وصاحبتها. بعد ما فلسعت العريس الاخير عشان طلع عديم الذوق، وما اقولكوش بقى على كميه التهزيق اللي خدتها من مامتها في التليفون، بس مش ده اللي شغلها خالص لانها متعوده، هي كانت مركزه مع الراجل اللي مش باين منه غير قفاه، لانه في من زميلها بتاع الديسك عشان كلام في سلوكه يعني بتفكر فيه من وقت للتاني، ومش قادرة تواجه نفسها انها لسه متعلقة بحكاية مراهقين. حاجة كده لو مامتها عرفتها تقعد لها في القصر العيني كام يوم حلوين. بس على فكرة هو كمان لمحها وفضل باصص ناحيتها وهي مش واخدة بالها، وبعدين مشي على طول. وتاني يوم في الشركة اتفاجئت شومو بالكلاينت الجديد اللي سبحان الله صورة تبقى الاصل من زميلها في الديسك، بس ده بينادوه جانج. الله، جانج مين؟ هو مش كان اسمه شي؟ معقول يبقى واحد تاني وشبهه للدرجات دي يعني؟ شومو حبيبتي ياريت صوتك الداخلي يسكت عشان الاجتماع بدأ. المهم بدأوا يتكلموا في الشغل، وقامت هي قالت اقتراح ما كانش عاجبه قوي يعني، وفضل باصص لها وهو عامل فيها مش مقتنع، لحد ما وقفته بعد الاجتماع وسألته لو كان يعرف واحد اسمه شي اصله يعني نسخة منه. فقال لها انا لا اعرف شي ولا سي، ففهمته ان زميلها في المدرسة وان الشبه بينهم كبير، بس اكيد انت احلى طبعا يا فندم. فقال لها تطبيل بلاش نكرره تاني يا ريت، بس في العموم صاحبك ده اكيد شكله اتغير، فكده كده عمرك ما هتعرفيه. وادها جرعه احباط زي الفل ومشي. فوهي في العربيه مع صاحبتها فضلت تشتكي منه وقالت لها انها عملت سيرش عنه وما وصلتش الحاجه، بس رغم كده هي مقتنعه انه زميلها. فالبنت قالت لها ابعتي لي صورته بكره وانا هجيب لك اصله وفصله، بس كده كده وارد ما يطلعش هو، وشي بتاعك هيطلع في الاخر راجل بكرش وما يستاهلش الضجه. انما هي فضلت مصره على موقفها، وتاني يوم في الاجتماع صورته وبعتت لها صورته، بس ربنا ما يحطكوا في الموقف ده يعني. طلعت موصله موبايلها بالبروجيكتور والسين كلها عرفت انها بعتت صورته لصاحبتها. فدخلت الاجتماع تاني وهي رقبتها قد السمسمه، بس كانت ذكيه كفايه عشان ترتجل وتعمل انها قال يعني بتجرب حاجه للشغل، وقالت لهم على فكره اخترعتها وهي واقفه كده. والغريب انها عجبته وقال هنمشي على خطه الانسه. فالمدير قال لهم زي الفل يا اولاد، خديهم بقى يا شومو وتعشوا سوا احتفالا بنجاح الاجتماع. فالموظفين كلهم خلعوا عشان مش عايزين يقعدوا مع الكلاينت الجديد، وما فضلش غيرهم هما الاثنين. فشومو قالت له طبعا انت اكيد مشغول وبتنام بدري. فقال لها اطلاقا قومي بينا نتعشى. فراحت معاه تتعشى وهي لسه محرجه منه ومتوتره في نفس الوقت، بس العشاء ده كان مهم وخلاها تقيس حاجات كتير، زي انه غطى رجليها بجاكيت بتاعه عشان حس انها مش مرتاحه وهي لابسه جيبه قصيره، وطلع كمان بيفتح الكولا زي ما كان بيفتحها زميلها، ده غير ان شكله وهو واقف كده وحركاته كلها بتقول انه اكيد شي وبيستعبط. فقالت لصاحبتها يانا يا هو عشان الكائن ده فاكرني عبيطه ومش هفهم، بس جابت ورا اول ما قالوا لها تاني يوم انها هتروح معاه موقع المشروع، واكتشفت داخليا كده يعني انها مش عايزه تقعد معاه كتير اساسا، بس نزلت جابت له اكتر باتيه ما بيحبوش وقالت له في الطريق ياكله، فخد قطمه ومرضيش يكمل. وبعد ما خلصوا شغل لقوا العربيه عطلانه، فقالت له بس احنا نطلع الجبل نشم هوا، ده طبعا عشان عارفه ان شي بيخاف من المرتفعات. فقال لها عيوني ليكي، بس فرح من جواه لما لقاهم ممنوع يطلعوا. وفضلوا الاتنين قاعدين سامعين صوت سكوتهم كده لحد ما صاحبتها بعتت لها ريكورد قالت لها فيه بطلت تختبريه، وعلى حظها ما كانتش لابسه سماعه، فسمعها وغيرت الموضوع بقى عجوبه يعني، بس كان هو خلاص فهم شكوكها.
عشان كده لما واجهته تاني مرة قال لها عندك حق، أنا فعلا شي، بس قلت حيارك شوية عشان سمعتك بتقولي في المطعم إنك مستحيل تفتكريني. فقالت له أنساك؟ ده كلام يا بيه، ده أنت كنت قاعد في وشي كل يوم طول الثلاث سنين، بس هي الحركة الرخمة دي تطلع منك فعلا. وما أقولكوش من بعدها بقوا كأنهم كانوا سوا كل يوم، وحسوا إنهم مرتاحين في التعامل مع بعض. عشان كده بطلتنا قررت تروح تشتري له جرافات هدية بمناسبة نجاح شغلهم ولم الشمل. فقالت للبنت في المحل انها هتجيب هدية للكلاينت، وبعدين لقيتها حاجة ويرد قوي، فقالت لها اصلا اتزكيت وارتبطت بالكلاينت، فجابت لها احلى جرافات عندهم عشان عجبتها دماغها. وساعتها بطلنا كان واقف بره المحل صدفة، بقى ما انتوا عارفين الصين الصدى فيها ما تتعدش، وصدفة برضو انه يكون معاه بنت عمالة تسأله ما وحشتكش، مش ناوي ترجع لي، وكلام اغاني تسعينات كده ما عجبش بطلتنا خالص. انما هو لمحها وما صدق لقاها في المحل، فدخلها على طول عشان يخلع من التانية. فلقاها بتقول له منور يا فندم، وبتعرف البنت ان علاقتهم شغل وبس، لحد ما الست اللي في المحل جت اديتها الجرافات وقالت لها اتفضلي جرافات حبيبي الجانج. حسيته بالصمت المفاجئ اللي حصل، ما حضرتك ما كانش ينفع تيجي عند جانج وتعلي صوتك يعني. بس ما تقلقوش، ما حصلتش مشكله، بالعكس ده حتى الولد اتبسط ووشه نور، وقال للبنت اللازقه دي ان شومو حبيبته عشان يخلص من زنها. وفعلا مشيت وسابتهم، وما فضلش غير شومو اللي من حقها تفهم ليه قال انها حبيبته. بكل هدوء قال لها انه مشي معاها على الخط مش اكتر، وهو اللي المفروض يسأل السؤال ده، بس مش هيحطها في موقف محرج وهيعديها بمزاجه. اما صاحبه فشاف اسم صاحبتها اللي كانت بتضايقه في المدرسة، وعرف انها بتكتب روايات اونلاين ما تتقريش، فعرف هي فين، وقال يروح يمكن ينتقم منها على البهدلة اللي كانت بتبهدلها له في المدرسة، واصطادها على طول بالرواية وعمل فيها بيج فان بقى وكده. فاول ما مضيت له على الاوتوجراف عرفت من اسمه ان الولد اللي كانت بتجري وراه بالمقشة في المدرسة، ودي كانت اكبر صدفة حصلت لها. فراحت لشومو تقول لها هو حلو خالص بس لسه دمه يلطش، وهو قال لي شيء انه كان فاكرها رخمة بس طلعت لطيفة وجميلة وما بقاش يعتبرها مفترية خلاص. المهم زي ما انتوا عارفين مفيش حاجة بتستخبى عن الناس اكتر من يومين ونص، عشان كده شومو ما استغربتش لما لقت الشركة كلها عرفت انهم كانوا سوا في ديسك واحد، وقعدوا يسألوها كان عامل ازاي زمان. فقالت لهم هو اللي علمني الصبر والله، وربنا ما يوريكم، وهوب لقيته وراهم على طول. فقالت لهم كان ابن حلال وعمره ما ضيع لي اقلام سنون ابدا، ومن ساعتها وكل مركز معاهم، وشايفين ان المناقره اللي هم فيها دي اخرتها فستان فرح وبدله عريس. وبصراحه بقى معاهم حق، لانهم مع الوقت قربوا اكتر من بعض وبقوا يعملوا شوبينج سوا كمان، عقبال ما تلاجتهم تبقى واحده ان شاء الله. المهم في يوم حفله انطلاق المشروع شو مضلمت المكان ووقفت تتكلم عن الوحده والروتين، وجابت جهاز لسه بيطوروه ونورت بيه المكان، وقالت ان كل انسان يستحق حد يعمل له مفاجاه زي ما هي مفاجاتهم دلوقتي بالجهاز ده، ونكون سوا ونمنع نفسنا من الوحده. وبمناسبه كلامها ده هفرح قوي لو وقفتوا الفيديو وحكيتوا لنا في الكومنتس عن مفاجاه عملتوها لحد او حد عملها ليكم، بس يا ريت ترجعوا تكملوا الفيديو تاني وما تطلعوش تلفوا في الفيسبوك. ها نرجع لموضوعنا، اول تطور صغير حصل بين ابطالنا، وهي ان شومو خدته بوشه الكشر تتصور معاه سيلفي، والمره دي كان بيضحك بس عشان هي اللي معاه في الصوره. بعدها بقى لما شغلهم نجح اتفقوا يتعشوا كلهم مع بعض، بس ساعتها التيم بتاعها وصل قبل التيم بتاعه، فقعدوا يشربوا لحد ما سكروا، وساعتها حكموا عليها تحضن اول واحد يدخل من الباب. وهنا بقى احتارت عشان بطلنا دخل هو واتنين كمان، فبقت واقفه محتاره وعماله تقول احضن مين فيكو، فشدها ناحيته وقال لها مش هتحضني غيري. ودلوقتي معانا واحد متوتر ووشه احمر كانه رجع لايام اليونيفورم وفصل ثالثه ثالث. ولو هتسالوني شعورها كان ايه لما حضنها، فهي مش دريانه اساسا، وهو بس اللي مشاعره طاغت عليه مره واحده. عشان كده لما جه الدور عليه في اللعبه اللي كانوا بيلعبوها وسالوه في حد شاغل بالك وقلبك، قال لهم فيه، وخلع منهم وما قالش هي مين. بس والله مش محتاج تقول يا فنان، ده كلنا عارفين. بس اللي ما كناش نعرفه ولا نتوقعه انها تصحى تلاقي نفسها في اوضه في فندق ولابسه بيجامه ستان. ايوه هي مشكلتها ان البيجامه ستان وستان وفندق مع بعض، معناه ان في حاجات استغفر الله العظيم وارد تكون حصلت. وخافت اكتر اول ما لقيته في وشها بيقول لها نهارك لذيذ، فقالت له لا هو مش لذيذ خالص، وانا من حقي اعرف حصل امبارح والبيجامه دي من لبسها لي. فسابها تهاتي مع نفسها وقال لها تلبس علشان يمشوا. بس الحمد لله وهم في الطريق افتكرت انها كانت سكرانه وهو كتر خيره ووصلها الفندق، وكانت طول السكه بتشتم فيه وبتقول انه حلو وجميل، بس مشكلته انه دبش وما عندوش دم. فقالت له اسفه يعني لو كنت طولت لساني امبارح. وبعدها هوب افتكرت انهم لما وصلوا الفندق والراجل كان هيبعد عنها من نفسه، شدته عليها وقربته منها وقالت له برضه انه حلو وجميل، وهي اللي كانت هتاخده لسكه الخطيئه. فقالت له اسفه لو كنت بهدلتك معايا امبارح،
وبعدين طلعت ظلمه هو والبيجامة الستان، والراجل طلع كلم لها حد يساعدها من الفندق، فاتكسفت تعتذر في دي اصلا عشان مفيش كلام ينفع يتقال. بس الكبيره بقى انها نشرت صورتهم وهي سكرانه على الفيسبوك، وخلاص الدنيا كلها فهمت انهم مرتبطين. فقالت له اسفه برضو يعني لو كنت فضحتك امبارح ودلوقتي، وخد بقى اسف كتير لاخر المسلسل. بس تفتكروا سلسله الاحراج خلصت هنا اطلاقا؟ اولا كده كانت هتقع عليه في الاجتماع، والناس سابوا شغلهم وقعدوا يتفرجوا على المزارات اللي رايحه جايه، وقصت الورثه شويه وهيشتغل. ده غير انهم كانوا حديث الاسانسير برضو حتى لو كان حديث صامت. وكملت بقى لحد ما زقها عليه في الزحمه فركنت على كتفه، يعني يا جماعه مش حوار خالص. بس القاضيه كانت لما قابلت الاكس بتاعها في كافيه وقال لها انا هتجوز خلاص عقبالك، ونورينا بقى في الفرح يا سنجل يا اللي خسرتيني. فبطلنا دخل في الكلام وقال له خير يا شبح انا حبيبها، وسلم عليه سلام كان هيكسر له عظم ايده، وقال له شوف الدنيا يا اخي، يعني انت سبتها عشان ربنا يعوضها شاب وسيم وغني وناجح وبيحبها زيي. فقال لها طب يا ريت تجيبي الاستاذ اللي مهكر الحياه ده معاكي. وكان باين على الاكس انه شاكك فيهم عشان ده مش شكل اتنين مرتبطين. بس هي حتى بعد ما مشي كانت حيرانه، وفضلت تقول لي شيء انها مش عارفه هتروح الفرح ده ازاي بعد ما عملوا سيناريوهات. فقال لها بسيطه، انا البنت بتاعه المول راحت قالت لاهلي اننا مرتبطين، واهلي راجعين من السفر بكره وعايزينك معانا على العشاء، فانت تيجي معايا العشاء وانا اجي معاك الفرح ونبقى خالصين. اما صاحبه فلقى صاحبتها ناويه تتعاقد مع دار النشر اللي هو شغال فيه، ومديره ناوي يخليهم يشتغلوا سوا، ولو ضايقها او ما عجبهاش شغله هددوا يطردوا من غير انذار حتى، وده حسسه انها وراه وراه في اي حته يروحها. اما ابطالنا فرحوا الفرح سوا فعلا، والكل انبهر ان شومه مرتبطه ببطالنا، لان العروسه نفسها كانت مقدمه في الشركه بتاعته، فرحبت بيه قوي وقالت له انا محدش كلمني قال لي اني اتقابلت في الشغل ولا اداني فيدباك. فقال لها والله احنا كلمنا اللي اتقبلوا، واحرجها جدا قدام صحابها لانه كان عارف انها بترمي كلام لبطلتنا من تحت لتحت. وبعد الفرح فضلت تكلمه عن علاقتها بالاكس ده وازاي بدات وازاي انتهت، بس هو رفض يحكي اي حاجه عن الاكس بتاعته. فقعدت تصيح لصاحبتها في الكافيه انه ما بيحكيش حاجه، وكمان واخدها تقابل خالته على عماها. وهنا بقى خدوا بالهم ان صاحبه شغال في الكافيه، بس لما سالهم ايه علاقه شومه بشي صاحبتها قالت له ما يخصكش وخليك في شغلك. فاتصل ببطلنا وقال له تعالى عشان في قعدة بنات معمولة عليك، وهو طبعا ما صدق يجي عشان يشوف شيء، بس صاحبه كل الجو وعمل حوار من لا شيء وقال له سمعتهم بيتكلموا عنك وانا مستحيل اسكت. فقال له لا اسكت عادي واحنا عشرة يعني، ويا سيدي انا عايزهم يتكلموا عليا. واداهم كمان حاجات فور فري لانه اساسا طلع صاحب الكافيه وصاحبه مشاركه فيه، بس طبعا صاحبتها مش مقتنعه انه صاحب اعمال وكده وشايفاه فاشل بلا هدف. ورغم كده فضلت ملففاه وراها في كل حته ومبهدلاه، وهو مش عارف يقول لا عشان لو مديره شم خبر هينفذ تهديده. وتاني يوم بطلتنا تشيكت واستعدت للعشاء، وهو كان واقف مستنيها بعربيته عند بيتها، واول ما شافها قال يا سلام على الحب لما يدق بابك فجاه من كتر جمالها. والله هو مش محتاج يقول حاجة لان باين على نظراته انه مشدود ليها قوي. المهم راحوا الحفلة اللي عاملاها خالته، وما اقولكوش قد ايه شومه كانت متوترة وحاسة انها عايزة تطلع تجري، او لا هي حست بكده فعلا مرتين، مرة لما اكس شي سألتها مرتبطين من امتى فضربت اي رقم وقالت لها بقالنا سنة، ومرة لما لقت اخر راجل راحت معاه ديت موجود في الحفلة وللأسف اصطادها وقال لها يا انسة شومو، معقول يقول وجودنا هنا صدفة القدر دبرها، نتقابل مرة تانية فندي لبعض فرصة تانية. فقالت له اسفة لو هطفي روح عماد حمدي اللي جواك، بس انا دلوقتي مرتبطة وكل الابواب بيننا اتقفلت. وقفتهم دي بقى ممرتش على الاكس مرور الكرام، لا دي راحت فتحت كلام مع الراجل عشان تعرف ايه علاقته بالبنت اللي بتقول بقالها سنة مع شي ومحدش عارف عنها حاجة. ساعتها بقى كان هو بيعرفها على خالته، والست طارت بيها كده وقالت لها خلاص انت من النهاردة مرات ابني وعايزاكي تاخدي عليا بسرعة. الحب السريع ده طبعا ما عجبش الاكس، فجابت الراجل التاني وجت تتحشر في النص وقالت لهم الاستاذ بيقول انها خرجت معاه قريب، يعني معقول خانت شي وهو مسافر؟ ما يصحش. فشي خد باله ان في كمين اتعمل للبنت وهي مش حاسه، راح ماسك ايديها كانه بيقول لها ما تخافيش، وقال لهم اه يا جماعه تروح ديت عادي، اصل احنا انفصلنا فتره لانها ما كانتش حاسه معايا بالامان، بس دلوقتي الحمد لله كل شيء رجع لاصله وما فاضلش غير انكم تطلعوا منها. وبصراحه بقى يا بنات اللي مش هيدافع عنكم بالطريقه دي قدام القريبين قبل الاغراب ما تبصوش في وشه تاني. نسيبنا بقى من فقرات رضوى الشربيني بتاعتي ونرجع للاحداث، ولو اننا مش هنبعد قوي يعني اكيد مش محتاجه اعرفكم هي ازاي كانت سعيده انه دافع عنها ولحقها قبل ما تتفهم غلط. وبعدين قعدوا يتكلموا عن خالته وعرفت منها انه سافر عاش معاها بره لما ساب مدرستهم،
عشان في الوقت ده مامته كانت ماتت وهي اللي خدت بالها منه طول السنين اللي فاتت. وبعدها مامتها قطعت حوارهم بتليفونها، والمرة دي كانت بتزعق لبنتها برضو بس عشان ارتبطت وما قالت لهاش، بس عرفت الفيسبوك كله. فقالت لها لو ما جيتيش وجبتلي معاكي عريسك المحترم من بكرة هخليكي تقابلي هادي ابن طنط تهاني. فهو فهم على طول ان مامتها بتزن عليها، قام جايبها لها دغري وقال لها انا محتاج مهارتك في الشغل وانت محتاجة عريس، يبقى متفقين احنا نعمل عقد ونقول اننا بنحب بعض، وساعتها مامتك هترتاح خالص وتبطل تضغط عليك. فوافقت طبعا، بس شرطت عليه ان العقد ده هيتفسخ اول ما طرف فيهم يحب حد. وصاحبتها كمان كانت موافقة على الشرط ده عشان الاتنين يبقوا براحتهم. وبمناسبة صاحبتها فعرضت على صاحبه يشتغل مساعد مؤقت عندها، وقعدت تغريب المرتب والمميزات لحد ما قال لها انا هشتغل معاكي من غير ولا مليم، واثبت لك ان الجدعانة اتعملت عشاني. وطبعا كبر في نظرها لانها عارفة انه محلتهوش حاجة ومحتاج كل القروش، ورغم كده هيساعدها ببلاش، يعني اخيرا هتبطل تشوفه فاشل. اما شومو فمامتها من ساعة ما عرفت انها ارتبطت وهي مش سايباها، وكل شوية تتصل فيديو كول عشان تشوف حبيبها، والولد يا روحي متشحطت معاها ومقضيها ازيك يا طنط، شومو في عناية يا طنط. لحد ما في يوم كان بيوصلها بيتها ونسيت سماعتها في عربيته، فرجع تاني على بيتها عشان يرجعها لها. وساعتها كانت هي طلعت شقتها ولقت زميلتها في الشقة جايبة صاحبتها وشكلهم مش ولا بد، وكمان كانوا في اوضتها، فحصلت خناقة كبيرة لانها كانت منع حد يدخل اوضتها. وهوب مامتها طلعت جايلها وعملالها مفاجأة، بس لقت نفسها بتحضر خناقة مع بنتها، ودول قصاد دول، ومحدش حل المشكلة غير شي اللي سمع الخناقة في التليفون وهو بيقول لها انه جاي يديها السماعات. فطلعت داهم كلمتين وخد شومو ومامتها معاه على بيته، ومن ساعتها مامتها بقت شايفاه ابو احفادها خلاص، عشان مش هتلاقي لبنتها عريس كامل الاوصاف زيه. وقبل ما تدخل تنام قالت لها فكك من الشقق الايجار دي واقعدي هنا يا حبيبتي مع خطيبك. طبعا هي ما تعرفش امتى بقى خطيبها، بس ماشي اللي ست الحباب تشوفه يعني. وهو بقى ما صدق، مسك في الكلمه وقال لها بدل ما تقعدي تدوري على شقه تانية، الاوضه جوه ومش هنختلف في الايجار، وانا كده كده بسافر كتير. فقالت له ابقى عبيطه لو رفضت عرضك وانا مش لاقي اكل، والف الف مبروك. بس الظاهر ان شومو ما خدتش بالها ان وجودها مع راجل في بيت واحد هيخلي حاجات كتير تتغير، زي انها ما ينفعش تلبس اي حاجه مثلا، والا يحصل زي ما بيحصل دلوقتي كده ويشوفها بالكشف نص الصاله. والحمد لله ان مامتها رجعت بيتها وما شافتش الموقف ده، عشان كفايه احراج. او لا استنوا، ده ماما الحاجة طلعت ملكة الاحراج شخصيا وسبت لهم جواب بتقول لهم فيه فرحوني بحفيدي بسرعة. فشو مختفت من قدامه عشان خلاص ليمت الاحراج عندها جاب اخره على الاقل دلوقتي، لانها لما راحت الشغل زميلتها شافتهم جايين سوا وهو بيديها شنطتها اللي نسيتها في عربيته. فخلاص الف مبروك، الشركة كلها عرفت انهم باتوا سوا امبارح، وبرضو العين عليهم والحفلة عليهم. وبعد الشغل راحت بنتنا تلم هدومها، وجات بقى استقرت خلاص في بيته وعرفها على بسيون القط بتاعه، فقالت له حلو قوي انت تبقى بابا وانا مامته. وبعدين خدت بالها ان مامته دي معناها اعمق بكتير من اللي قصدها عليه، فاتحرجت عاشر وقالت يا ريتني اقعد ساكته زي بسيوني، وساعتها حياتها تبقى اسهل بكتير. ومع الوقت حياتهم سوا بقت الطف، ودخلها في جروب العماره وكل الستات جارتها افتكروها مراته وقالوا لها اخيرا شفنا له واحده، ففضلت ساكته وموضحتش انها مش مراته، وهو كمان كان معجب بالجو ده قوي، ده غير صحابه اللي جم مخصوص عشان يشوفوا مين الكوين اللي وقعته في حبها. وهي فعلا اتوترت جدا كانها حبيبته بجد، وخدت راحتها في التعامل معاه قوي قدام صحابه، ولا انا ولا هو نعرف بقى روح قلبها من امتى. بس الاداء رائع الحقيقه، وهو مش معترض خالص يكون روح قلبها. وبعد ما الناس مشيت صاحبتها كلمتها قالت لها ان في رحله فور فري للكابلز، وواحد من صحابهم هيظبطهم مع ولدين من شباب الزمالك، فقالت لها هشوف مع شي واقول لك. بس هو كان سمعها بالفعل وراح قال لها بيس جدا انا فاضي بكره وهاجي معاك الرحله، وهي ما كانتش مصدقه انه هيتنازل فعلا ويروح معاها من نفسه كده. وتاني يوم لقت صاحبتها هي كمان رايحه مع صاحبه، واتفقوا يروحوا كلهم مع شيف عربيته اللي بالمناسبه كان قالب شنطتها سوبر ماركت عشان السكه طويله، واصحابهم كانوا طول الطريق نائر ونقير. بس هما الاتنين كانوا مبسوطين جدا انهم بيعملوا التجربه دي سوا رغم انهم ما صرحوش بعض كده. ولما وصلوا الفندق كان المفروض كل كابل في اوضه، بس بطلنا عشان شهم وحس انها مش هتبقى مرتاحه، خلى البنات في اوضه وهو وصاحبه في اوضه. وبعدها بقى لما بدأوا مسابقات الكابلز أبطالنا ما شاء الله عليهم اكتسحوا كل المسابقات، حتى المسابقات اللي نوعا ما محرجة عرفوا يعدوها، زي انه يشد منها منديل مثلا، وده كان مخليه مقرب منها جامد قوي. انتوا نسيتوا ان علاقتهم كده وكده ولا ايه؟ والله هم كمان شكلهم ناسيين ودخلوا مرحلة الاستهبال وما قالوناش. وبالليل صحابهم الاتنين ناموا وفضلوا هم والزهق يكلموا بعض، فقابلوا بعض وهم نازلين يتمشوا من الزهق، فتمشوا سوا وقعدوا يفتكروا ايام المدرسة، وسألها لو كان كمل في المدرسة وممشيش كانت هتكتب له ايه يوم التخرج. اتفاجئت من سؤاله قوي لانها ما كانتش فاكراه مهتم للدرجات دي يعني،
بس بعد ما فكرت قالت له انها تتمنى له انه يكون ناجح في شغله زي ما هو ناجح دلوقتي. وتاني يوم قبل ما يتحركوا على مدينتهم تاني كانوا قاعدين بيفطروا في الفندق، وواحد من اللي معاهم ساب حبيبته وجه يضايق شومه وقعد جنبها يقول لها يا سلام لو تفكك من حبيبك وتحبيني انا، وكان مقرب ايده منها قوي. فهوب بطلنا وصاحبه جم قالوا له ايدك يا حل، وكانت هتحصل خناقه كبيره بين الاتنين لولا ان شي حذر الولد انه لو دخلها معاه جد هيطلع من هنا على الطوارئ. فطلع يجري بس بعد ما بوظ للبنت اعصابها ووترها، وطلعوا كلهم يتمشوا على البحر. وهناك اعترف شين نفسه قبلهم كلهم ان في حاجات كتير قوي هو ندمان عليها بس لحد دلوقتي ما نعرفش ايه هي. بعدها بقى رجعوا الاتنين على البيت، وهي من كتر التعب فضلت قاعده متنحه على الكنبه شويه، ويوم ما فكرت تدخل تنام لقت نفسها دخلت اوضته بالغلط ونامت جنبه. بس الحمد لله فاقت ودخلت اوضتها قبل ما يصحى، إنما ده ما منعهاش تحلم أحلام غريبة زي إنها شافت راجل طول بعرض وعضلات. طبعا هي لما حكت الحلم لصاحبتها ما قالت لهاش إنها حلمت بشي عشان ما تحفلش عليها، بس قالت لها إنها كانت هتنام جنبه بالغلط. وفي اللحظة دي بتعرف إنه ما راحش شغله لسه، وسمع كل كلامها ونظراته كلها بتسأل مين الراجل الغريب ده اللي هي حلمت بيه. ففضلت تجري وراه لحد الأسانسير وتفهمه إن حلم عادي يعني ومفيش حاجة، بس هو فضل عامل لا يبالي لحد ما دخلت وراه الأسانسير تكمل محايلة. وساعتها التيم بتاعه كانوا جايين له وكلهم شافوها بالبيجامة في الأسانسير. أنا معرفش هما مخضوضين ليه، ده أنا بنزل للسوبر ماركت في الأسانسير بأحدث صيحات البيجامات. المهم بنعرف بعد كده إن بطلنا مش هيقدر يكمل التعاون بتاعه مع شركتها، وهي ما صدقت عرفت الموضوع ده ووقعت بلسانها وقالت لهم ده شكله هيلغي التعاقد بسببي، ما انا البرزنتيشن بتاعي ده ما يتشافش اصلا وسوري يا شباب. انما بالليل لما رجع هو البيت لقاها مجهزه له العشاء وعامله فيها زوجه اصيله بقى من راجل شقيان طول اليوم، وده خلى ابتسامته من الودن للودن عشان لاول مره يفهم يعني ايه يرجع البيت يلاقي حد بيحبه مستنيه ومجهز له العشاء كمان. فشكرها جدا وطلب منها ما تجيبش سيره دلوقتي للتيم بتاعها ان التعاون باظ عشان المشكله طلعت من شركته هو مش من شركتها هي. فقالت له متاخر قوي يا باشا، اللي جرى جرى واللي كان كان، واعترفت من غير مجهود. يا ريت ما تزعلش مني ومن طولة لساني. فقال لها ولا يهمك يا حياتي واغلطي براحتك عشان كلنا بنغلط كده كده. اما صاحبتها فدماغها قفلت وما بقتش عارفة تكتب كلمتين في روايتها عشان الرواية رومانسية وهي عمرها ما ارتبطت قبل كده، وخلاص خلصت كل كليشيهات المسلسلات وما بقتش عارفة تكتب ايه تاني. فقالت ليه ما تكونش هي البطلة، وجابت صاحبه وقالت له احنا هنخرج خروجات كابلز يمكن الالهام يجيلي. فقعد يحفل عليها شوية عشان وصلت للعمر ده وهي سنجل، وعلى فكرة كلامه جارح، بس في الآخر ما وصلوش لحاجة برضه وفضلوا ناقر ونقير طول الوقت. في الفترة دي كانت شركة شومو وظفت موظفة جديدة تساعدهم في الشغل، وبنعرف إنها موظفة سوسة بنتنا عمرها ما طاقتها. فأول ما عرفوا إنها تشتغل معاها في تيم واحد صحابها كلهم بصولها كده وقالوا لها قلبنا معاكي عشان اللي انت داخلة عليه ده صعب قوي. وفعلا كان عندهم حق، لأنها لما راحت معاها مطعم يقابلوا كلاينت جديد حاولت هي تاكل الجو وتعرف الكلاينت إن شومو دي زيها زي الكرسي اللي قاعدة عليه. وبعدها سابتها وقامت تروح الحمام، بس في طريقها قابلت بطلنا اللي كان موجود في نفس المكان بس بعيد عنهم، وقالت له انت اكيد سبت شومو زي ما سبت شركتها، انا من الاول شايفة ان البنت دي ما تنفعكش وانت تستحق واحدة تعليك في الشغل زي كده. هو مش وراء كل رجل عظيم امرأة ولا ايه يا مستر؟ وقت ما الخبص ده كان بيحصل بطلتنا كانت بتشرب مجبرة مع الكلاينت عشان ما تحرجهوش، فبطنها وجعتها وجت تروح الحمام سمعت كلام السوسة مع شي وسمعته كمان وهو بيقول لها تطلع منها وان وارد حاجات كتير في الدنيا تتغير بس شومو هتفضل حبيبته مهما حصل. فمشيت وهي بتدبدب في الارض كده وما تبقاش غير هو وشومو اللي ما كانتش مصدقه الكلام الجميل اللي بيقولوا عنها. فقال لها لو تعبانه وعايزه تروحي يلا بينا نرجع بيتنا ونسيبنا من الناس دي كلها. طبعا كلمه بيتنا دي ما عدتش عليها عادي كده ولا عليا بصراحه عشان طالعه منه قمر يعني، بس قبل ما ده يحصل خدها من ايدها وراح فرد عضلاته على الكلاينت وقال له عرفك بحبيبتي. فالراجل اتكسف قوي وقال له لو كنت اعرف انها حبيبتك ما كنتش اجبرتها تشرب، واللي ما يعرفك يجهلك يا انسه. فكده بطلنا الجامد جاب لها حقها وهي واقفه سواء من الكلاينت او من السوسه، ده غير انه عمل لها حاجه سخنه تشربها لما تعبت وفضل واخد باله منها طول الوقت في البيت. ويا بخت من كان حبيبها شيء، هو صحيح مش حبيبها رسمي بس انا وانتوا عارفين انه حبيبها ونص كمان. اما صاحبتها فشافت صاحبه متورط مع ولد صغير والولد ده عامل فيه مقلب شافته مهين قوي، فراحت قالت للولد روح يا حبيب البابا يربيك. فابوه شخصيا جه وقال لها انا ابني يعمل اللي هو عايزه.
فقالت له كده مش هو بس اللي محتاج يتربى، ويا ريت حضرتك وابن حضرتك ما يقربوش من صاحبي تاني، ولا هو عشان على نياته يعني اتبهدلوه كده؟ شايفين دفعت عنه البنت اهي وما سكتتش عن الظلم. هو بقى رفع لها ضغطها وقال لها ما تعمليش مشاكل معايا عشان ده زميلي في الشغل وانا ما عنديش استعداد يطردوني. فقالت له لازم تشوف لك حل في كرامتك اللي انت مستغنى عنها دي، وروحت البيت تاكل في نفسها عشان مش مبسوطه خالص بطريقه حياته دي. فرحت له الكافيه، واول ما شافها كان بيكلمها عادي لحد ما شاف بابا معدي قريب من المكان، فخدها من ايدها بسرعه واستخبى وقفل النور، وهي كانت في عالم موازي مركزه مع ايديها اللي ماسكها. بس كل شيء رجع لاصله اول ما بابا مشي، وساعتها حكى لها ان بابا ما يعرفش حاجه عن الكافيه ولا على انه بيطور روبوت على هيئه كلب. فقعد يفرجها على شغله، والمره دي فعلا ابهرها وبدات تشوفه انسان ناجح. اما بطلنا فرجع بيته تاني يوم لقى شومو نايمه جنب العشاء عشان الباشا اتاخر، بس عوضها لها في الفطار وعمله كله لوحده، وبعدها خدها معاه مدرستهم عشان كان عنده شغل هناك. وما صدقوا طبعا يروحوا ويسترجعوا ذكرياتهم، بس انتوا عارفين ان الاحراج بيبقى موجود اينما وجدت شومو، عشان كده اول حد شافوه كان المدرس بتاعهم، وفجاه حست ان حياه الكبار دي مش لايقه عليها لما الراجل قال لهم عقبال ما احضر فرحكم يا اولاد. والغريب ان شين سجن معاه قوي وقال له في حياتك يا مستر عادي كده كأن فرحهم في العيد الصغير. فالبنت عملت نفسها من بنها ودخلت معاه فصلهم، وقعدت تحكي له انه لما مشي جه قعد مكانه في الديسك ولد شاطر ووسيم، بس هي مخلصه وقالت لا انا مش هقعد جنب ولاد تانيين غير شي، وراحت قعدت ورا مع حد من البنات. لا اصيله يا شومو يا حبيبتي. المهم بعد ما رجعوا بقى لقوا صاحبه طابب عليهم وقال لهم انا مش في المود وهبات عندكم النهارده لو ما فيهاش رزاله يعني. والحقيقه هم كانوا شايفينها رزاله بس مش هيطردوه في نصاص الليالي يعني. فاتصلت بطلتنا بصاحبتها تيجي تاخده، وهو ما صدق لقاها وقال لها بصي انت تاخدي الهامك من الاتنين دول، ويلا يا شي امسك ايد شومو وقول حاسس بايه. فالولد قال له عز الطلب ومسك ايديها فعلا، بس صاحبتها انقذت الموقف قبل ما ينطق وخدته وراحت بيه على بيتها عشان ما يزعجش الناس. فالاتنين طبعا سابوا ايد بعض عشان هما مش فالحين غير في التمثيل وبس. المهم صاحبتها لما خدته معاها بيتها لقت الموضوع موتر قوي فسابته ودخلت نامت. على ما صحي التاني يوم كان هو نظف لها بيتها العشوائي ورملها اكلها اللي صلاحيته انتهت من ايام التطار، ومشي بكل هدوء من غير ما يزعجها. فالحركات دي كلها بقى جابت لها الالهام اخيرا وبدات تكتب بكل روقان. اما شومو فعرفت ان بطلنا عنده سفريه شغل النهارده، وفي نفس الوقت بعتوا على جروب العماره انهم هيتجمعوا سوا ويعملوا كيك. فقال لها لو عايزه تروحي وتطلعي مواهبك المدفونه انطلقي. فقالت له هنطلق فعلا بس مش هقعب لساني في حاجه. واول ما راحت هناك قالت لجارتها انها حبيبته مش مراته، فقالوا لها ياخش كده ينفع وكده ينفع وكده كده هيتجوزك في اخر المسلسل ان شاء الله. بس جاراتها دول طلعوا لطاف خالص ونزلوا صورتها على جروب العماره، وهو طلب منهم ياخدوا بالهم منها، وبقوا الاثنين يبعتوا لبعض تفاصيل يومهم، وكل واحد كان وحشه التاني بس ما بينطقوش برده، لحد ما عرفت انه راجع بالليل وسمعت صوت ست جاي من بعيد وهو بيكلمها. فحست بشرارات الغيره لولا انه فهمها انها مرات صاحبه، فقالت الحمد لله براءه. كده بقى المفروض حد فيهم ينطق؟ لا برضه ما نطقوش. هو رجع وكان جايب لها هديه وهي عامله له عشا جميل، والاتنين قاعدين مبتسمين ببلاها كده وده اخرهم. المهم بتعدي فتره وبنلاقي بطلتنا عندها مشكله كبيره في شغلها، بس اللخبطه دي كلها ما منعتهاش تدي الواحد شمسيتها لما لقت نفسها خلاص هتركب تاكسي وهو واقف في المطره لوحده. فالراجل من ساعتها انشغل باله بالبنت الطيبه دي اللي فرطت في شمسيتها عادي. ويا السلام على الصدف لما نعرف ان اللي اديت له الشمسيه ده هيبقى رسام مشهور، هي طبعا ما تعرفش يبقى مين، بس عارفه انه رسام مشهور هيعمل اول انترفيو ليه، فقالت ليه ما يبقاش ده كلاينت شركتنا الجديد ونحل الازمه. فبدات تبعت له وهي كل ده فاكره بنت، مره تقول له الجو جميل النهارده، مره تبعت له صور الطريق قال يعني بالجر ناعم، لحد ما بعتت له من غير قصد صوره البيج الشغل بتاعها، فعرف من اسمها انها البنت بتاعت الشمسيه، وطبعا وافق يقابلها في معرضه بكل سهوله. فمن فرحتها راحت حضنت شي زي ما انتم شايفين كده، وما اهتمتش بمشاعره اللي كانت على وشك تنفجر دي، لانها بالنسبه لها حركه عاديه، ايه يعني حضنته عادي خالص هو اللي اوفر طبعا. امال تاني يوم بقى لما كانت رايحه تقابل الرسام بطلنا سالها اذا كان راجل ولا ست، فقالت له مش متاكده بس اكيد ست، وده طمنه شويه عشان مسكين ما يعرفش اللي فيها، بس يعني بما ان البي غيران وكده مش ناسي ان في حاجه المفروض تقولها. طبعا انا مش محتاجه اشرح ازاي شومو خدت مفاجاتين مره واحده لما لقت الرسامه طلعت رسام، وكمان طلع الولد بتاع الشمسيه، وشكلنا كده داخلين على مثلث حب انا شخصيا معترض عليه. اما صاحبتها فالناشر بتاعها انبهر قوي بالفصول الجديده اللي كتبتها بعد الالهام اللي صاحبه اداهولها، فبقت تنط له كل شويه عشان يخرجوا سوا وتلاقي افكار تكتبها، وبرده بتنجح قوي لدرجه ان الراجل قالها لو كانت بتحب جديد، بس هي انكرت رغم انها شايفاه معاه حق.
هو محدش في المسلسل ده صريح ليه بجد. المهم بطلتنا راحت في يوم تاني تتعشى مع الرسام، وعلميا يعني رايحين يتكلموا في الشغل حتى لو هو باين عليه انه معجب بيها. وساعتها واحد من التيم شافهم وكلم شي قال له يلحق عشان شكل شومه بتتشقط وبتتعشى مع واحد غيرك يا معلم. وهنا بقى هديكم مثال للراجل الهادي الراسي، عشان لا تعصب ولا تخاني ولا عمل اي حاجه. كل اللي عمله انه راح خدها من المكان بعربيته وقعد يسالها مين ده والكلام ده يعني، فحكت له انه الرسام وانه طلع ولد في الاخر، وشكرته انه جه ياخدها مخصوص. فحس برضه انه لسه مميز رغم انها منبهره بالتاني، وعماله تقول لصاحبتها انه لطيف زي رسوماته. شوفوا لو الرسام نطق قبله انا مش هيبقى عندي حجه دافع بيها عن شيء، بقول من دلوقتي اهو. المهم تاني يوم صاحبتها صحيت على حلم ليها هي وصاحبه، فقامت مصوته وبتقول انا والواد ده مستحيل ولا يمكن، لحد ما بعت لها يقول لها يلا سينما، فقالت له يلا سينما يا قمر ليه لا. وفضلت ساعه تشوف تلبس ايه، وهو كمان كلم ابطالنا يختاروا له يلبس ايه، والاتنين راحوا السينما مطقمين. ياه ده انا عمري ما شفت شي وشومه في السينما من اول المسلسل، وربنا احنا معايشين. بس المهم ان الاتنين قضوا يوم لطيف قوي وبداوا يحسوا بمشاعر تجاه بعض. اما شي والتيم بتاعه فراحوا يقابلوا بطلتنا والرسام عشان يتفقوا على الشغل الجديد، فسابتهم معاه وهما بقى ادوله الصدمة وقالوله انها حبيبته شي، وخدت ضربة بجد لانه خلاص كان بيختار ستارة صالة بيتهم. في الوقت ده بقى صاحبتها راحت الشغل لصاحبه وسمعت زميله بيهزقه بلا هدف، وفاكرة انه غلط في الشغل فاتحشرت ودفعت عنه، وهو كمان دفع عن نفسه وطلع اساسا بقى ابن المدير ومش قايل لحد. اما بطلتنا فالرسام كان ناوي يعزمها على العشاء، بس شي اتحشر وقال له يروح معاهم عشان التيم وقفلها عليه خالص، وكانوا معظم الوقت مش معاهم في المطعم وبيكلموا مامتها بره. فالتاني كان غيران قوي وهو شايفهم سوا، ولما رجعوا البيت لقوا صاحبتها جايه متعصبه من صاحبها عشان مشوشه ومش عارفه تعمل ايه، وهو كمان كلم شي يروح له وقعد يشتكي له منها عشان متجاهلاه. فالاتنين كلموا بعض واتفقوا يتقابلوا، وكل واحد قال اللي في قلبه للتاني، واتفاجئت لما صارحها بحبه، فقالت له هي كمان انها بتحبه وكانت بتتجاهله بس عشان مركزه في الكتابه، بس الحمد لله اهو حد نطق في المسلسل ده. بعدها بقى ابطالنا كانوا في مرسم الرسام، وشي لقاه عارف ان علاقته بشومه فيك وقال له انا كمان بحبها وهقدر اقنعها بيا. فقلق شوية وبعدين سألها عن مواصفات فتى أحلامها، فقالت له المهم يكون طموح وعنده موهبة زي الرسم مثلا. فقلق أكتر وقال لها أنه كسبان مسابقة رسم قبل كده، يمكن تنبهر وتفكها من الرسام. ولما رجعوا البيت نامت على نفسها فغطاها وراح يغسل المواعين، فصحيت بعدها وقعدت تتفرج عليه من ظهره والسعادة هتنط من وشها ولا كأنها شايفة تحفة فنية، وهو للحق تحفة يعني ما تنكروش. لحد هنا الدنيا بينهم ماشية تمام بعيدا عن الصمت اللي هم فيه يعني. بس تاني يوم بنتنا قابلت بنت خالت صاحبه وعرفت انها كانت ساكنه مع شيف شقه واحده لما كان مسافر بره، فشيطانها لعب في دماغها وقعد يقول لها انها مش مميزه ولا حاجه وممكن يبقى بينه وبين البنت دي حاجه، ففضلت قلقانه قوي، وقلقها زاد اكتر لما جاله تليفون منها بالليل ونزل على ملا وشه وقال لها ما تستناهوش. فقالت معلش يمكن حاجه ضروري، بس لما صحيت تاني يوم خدت بالها انه لسه ما رجعش البيت من امبارح اصلا، عشان كده لما كانت بتتابع مشروع الشركه واقفه مع الرسام عملت فيها صاحبته قوي اول ما شافت بطلنا داخل مع البنت التانيه، فشي ضرب كده اول ما شافهم سوا، بس عمل مش مهتم. بس وهما في الطريق مروحين هي كانت على وشك تساله لو كان عاش فعلا مع البنت دي وهو مسافر، لكن اترددت لما قطعتهم رنت موبايله وقالت دي عالمه اني افضل ساكته. بعدها بقى صحابهم عزموهم على كامب عشان بيحتفلوا انهم بقالهم 15 يوم بحالهم مع بعض، بس حبايبنا الاوضاع بينهم مش احسن حاجه ومتوترين من ساعه ما الانسه الثانيه دي رجعت الصين. استنوا كده يا ريتنا افتكرنا مليون جنيه، اهي جت بالتيم بتاعها كله صدفه طبعا، وكان باين للكل انهم واخدين على بعض. وصاحبتها فضلت تسالها مالهم قريبين كده ليه، بس شومو فضلت على وضعها وقالت ما يخصنيش حبيبتي انا حساني محموقه اكتر منك. انما لما جم يقعدوا سوا كلهم وهو قام فضلوا يتكلموا عن الوقت اللي كانت فيه مع شي ويقولوا قد ايه كانوا لايقين على بعض، فقالت لهم عيب يا جماعه حبيبته قاعده وما يصحش تقولوا الكلام ده، بس انتوا خلاص خبره ومش محتاجه اقول لكم انها ضحكت على نفسها وقالت لصاحبتها انها مش بتفكر في بطلنا نهائي وربنا يوفقه مع صاحبه نصيبه. تاني يوم بقى كان هو رجع المدينه وهي كانت مع باقي التيم في الفندق، ولاحظت انه عارف هي فين وبتعمل ايه لما قال لها ان البنت التانيه كلمته عنها. يعني الباشا شغال معاها على الواتساب طول الليل بقى وكده، دي حلاوة قوي. بس سيبكم من كل ده عشان في حوار كبير حصل. الحكايه بدات لما الرسام لاحظ انها داخله على دور برد، فراح لها اوضتها يديها دواء ودخل يشرب معاها قهوه بالمره، وهوب حصل زلزال، فاستخبوا في الحمام وقعدوا منبطحين وخايفين ومش عارفين اللي جاي ايه. وساعتها بطلنا كان عارف خبر الزلزال من الراديو، بس على ما وصل هناك اكتشف انها كانت هزه خفيفه، بس قابل في طريقه صاحبته اياها وكانت بتعرق، فخدها يسندها ويركبها تاكسي. وبنتنا واقفه وراه حاسه بالغدر ونفسها تقول له خلي الست انا متنفعك، ومشيت قدام عينيه مع الرسام.
فحس انه جه متأخر قوي، وهي بصراحة كانت خدت قرارها وقالت الحياة مستحيل تستمر كده، واستنت الاتنين يرجعوا البيت وخرجت تتمشى معاه وقالت له ان الاوان يفسخوا العقد عشان البند اياه، فافتكر انها بتسيبه عشان حبت الرسام، مع انها بتسيبه عشان فاهمة انه بيحب البنت التانية، والولد يا حبيبي ولا هو هنا. فلح بس يدينا وش المجروح ويقول لها ان شاء الله كل واحد فينا يقابل نصه التاني، وكانت اقامة سعيدة جدا. فلمت هدومها وسلمت على القطة ومشيت، وهي حاسة ان الشقة هتوحشها وحياتها معاه كمان هتوحشها، بس بتنكر كل ده، وقالت لصاحبتها لما راحت لها تعيش معاها انها مش فارق لها شيء خالص، بس هي ما صدقتهاش وقالت لصاحبه ان شومو بتضحك على نفسها وبتقول انها تمام مع ان بعده عنها مأثر فيها، ده غير انها قالت لمامتها برضو انها سابته، بس راحت السينما عادي جدا مع الرسام وطلع حاجز لها السينما كلها، وقال لها كمان انه كان عارف ان علاقتها ببطلنا فيك، فقالت له اللي فات مات وكفايه ان في السينما مع حد موهوب زيك وكاننا اصحاب. بس اللي عرفناه لما رجعت تحكي لاصحابهم هو ان الرسام اعترف لها بحبه وهي رفضته وقالت له خلينا اصحاب احسن، وساعتها بطلنا عارف من صاحبه ان الرسام سبق ونطق، فقال له ربنا يساعدهم، وكان خلاص بقى ناوي يشغل دايما دموع ويقعد يعيط، لولا صاحبه كمل الجمله وقال له انها رفضته دلوقتي مالكش حجه، فقال فعلا ماليش حجه، واتصل بيها يتفق معاها يقابلها حالا، وكان الحمد لله ناوي يقول اي كلمه حلوه، بس صاحبته دي كلمته وقالت له يجي يلحقها عشان مامتها تعبانه وهي محتاسه معاها، فساب البلد وسافر لمامتها فعلا، وما وضحش لبنتنا اي حاجه، الواد ده لو بيحاول يبوظ الموضوع مش هيعمل كده والله. المهم بيعدي كام يوم بقى وبتصحى شومو على خبر في الشركه بيقول ان مدير شركته خطب، يعني هو بعينه شي خطب المسلوعه اياها، ومن غير ما يقول حاجه يروح الدنيا سودت في وشها مره واحده، اول ما ادركت ان خلاص فتره الاستهبال خلصت ودلوقتي بقى مرتبط رسمي ومفيش اي فرصه ممكن تجمعهم ببعض، فاكتئبت وما كانتش طايقه نفسها وراحت تقابل صحابها بالبوكر فيس ده، حتى لما صاحبه كلمه فيديو كول فضلت مبحلقه للكاميرا عشان بس تلمحه ولو للحظات، وهو ما كانش غبي برضه ولاحظ من ملامحها انها مش كويسه خالص، وهوب بعد يومين كده ولا حاجه قررت بطلتنا تدوس على قلبها ووافقت تقابل عريس جابته لها مامتها، ويا دوب لسه بتقول مساء الخير لقت شي هو العريس، فاتخضت وغبت وفرحت وحست بشويه مشاعر فوق بعض كده، وبعدين تخنت صوتها وقالت له خير المره دي جايه تتجوزني كده وكده، فقال لها اطلاقا ده انا جايه اتجوزك بجد وفرحنا بكره، لا ده احنا نقيم الافراح بقى. فضل ساكت ساكت ويوم ما نطق دخل على كبير، وهي يا روحي زي ما تكون كانت مستنيه منه اشاره، فادها اكبر تاكيد في الدنيا وده خلاها توافق على طلبه فورا، وقالت له نتجوز طبعا ما نتجوزش ليه، وطلعوا تاني يوم يقدموا طلب جواز واتجوزوا. ما بصوا هما يا ماشيين على قشر بيض يا السرعه زي ما انتم شايفين كده، ما عندهمش وسط الا في الهق والمق والرومانسيات دي كانوا مستهبلين فيها وعايشين سوا في البيت على انهم اغراب والله مش صحاب حتى، رغم انها فهمته غلط مره وكانت محرجه كده لما هو اتكلم في حاجه وهي ترجمتها حاجه استغفر الله العظيم وخدشت حياه وحياها وحياء المخرج بالمره، ومش بس المره دي لا ملكه الاحراج لسه عندها كتير، يعني مثلا تاني يوم لما وصلها الشغل حبكت تدخل راسها من شباكه عشان تعدل له الجرافطه، واللي رايح واللي جاي يفهم غلط ويقول سو رومانتك، والشركه كلها خلاص كانت عرفت بجوازهم وخدوهم مثال على ان الحب اكيد بيستمر بعد الجواز ومش بينتهي زي ما المسلسلات بتقول، غير انها في اخر اليوم زمايله كلموها وقالوا لها جوزك سكران تعالي خديه، فراحت فعلا وخدته على البيت وهو مش فالح يقول حاجه غير شومو شومو، فنيمته على السرير وحربت شيطانها اللي قال لها اتس اوكي يا مدام ده جوزك ولو بستي مش هيحصل حاجه عشان هي بنت ناس ومستحيل تستغله وهو سكران. هقول لكم بالمره معلومه مش مهمه كده، وهي ان الرسام اول ما عرف انهم اتجوزوا ساب البلد وهج عشان مش هيقدر يعيش معاها في نفس البلد ولا يشتغل معاها وعامل فيها عامل مجروح وكده. يلا رحله سعيده يا فنان. اما صاحبتها فعرفت ان مامتها في المستشفى وده صدمها قوي وخلاها مش عارفه تفكر في اي حاجه، بس لحسن حظها كان عندها حبيب داعم ولطيف قال لها كله هيبقى تمام وهداها كويس قوي، وطول ما هي مع مامتها في المستشفى هو في البيت بيجهز لانش بوكسات وبيظبط لها شغلها وبياخد باله من كل تفصيله تخصها. ففي يوم رجعت من المستشفى لقت النوت بوك اللي كاتب فيها كل حاجه تخصها، فما كانش عندها رد غير انها تحضنه وتطلب منه يتجوزها، لان الواحده هتعوز ايه غير انها تتجوز راجل اصيل زيه. وابطالنا فرحوا بيهم قوي لما عرفوا ان هما كمان هيتجوزوا، وكان المفروض يرجعوا يباتوا كلهم في بيت شي، بس جو البنات مع البنات ده ما بقاش ماشي مع صاحبتها، فراحت نامت جنب خطيبها ودبست بنتنا مع شي اللي ورته اسوأ وضعيات النوم، بس كان على قلبه زي العسل رغم التوتر اللي الاتنين كانوا فيه لانهم لسه بيناموا في اوضه منفصله. وفي يوم رجعت شومو من الشغل قلقان عليه لانه لا بيرد عليها ولا عارفه هو فين، لحد ما لقيته طريح الفراش والبرد هده تماما، فقعدت تعمل له في كمادات وسهرت جنبه طول الليل، الصبح كمان عملت له شوربه، فبقى متمسك اكتر بحياته معاها اللي نسيته الوحده اللي كان عايش فيها قبل ما يقابلها.
بس لما نزلت الشارع في مرة لقيته واقف مع راجل باين انه باباه، والراجل ده بيبتزه وماسك حظاظة مامته وبيهدده يقطعها لو ما ادهوش الفلوس. لا وكان بيضربه كمان، فحبت تعرف اكتر عن ده وكلمت خالته تحكي لها عن حياته مع اهله، فعرفت ان باباه ما كانش حد كويس خالص وكان بيعنفه هو ومامته لحد ما جاب اجلها، ففهم انه عشان كده متعقد وخايف ياخد خطوه ويعمل اسره. واول ما رجعت البيت حضنته وطبطبت عليه وقالت له انه صحيح صعب نعمل اسره سعيده، بس الموضوع يستحق المحاوله وهي عايزه تحاول. وكلامها ده شغل باله وقعد يفكر كتير، اصل ليه لا، بس قالها ان خالته بتتكلم بسطحيه في حوارات اهله دي، وجايز يجي يوم يحكي لها فيه كل حاجه من منظوره هو. تاني يوم بقى صحيت وقعدت تلف في الشقة شوية، فلقت مجلة قديمة من أيام المدرسة كانت كاتبة فيها مقال، فاستغربت إنها لسه عنده وسألته إزاي فاكرها ومحتفظ بيها بعد السنين دي كلها. فقال لها والله أنت دماغك دي مهلبية، لأنها كمان ما تعرفش إنه قابلها في الشارع صدفة مرة وحبها من أول نظرة، وبعدها شافها في السوبر ماركت وفضل منجذب ليها برضه، وفي النهاية لقاها معاه في الفصل، راح لازق فيها وكان بيحميها دايما من غير ما تحس، وحتى لما طلع قعد قدام صمم تقعد جنبه، ويوم ما تشجع وكتب لها جواب يفلرت عليها بيه ما شافتهوش ولا عرفت عنه حاجة، بس هو افتكرها شافته وطنشت، او بمعنى اصح صدته، وفي اليوم ده عرف من خالته انه مسافر معاها خلاص، فقال يبقى دي اشارة وهي خربانة خربانة ومفيش شومه بعد النهاردة. فبعد ما حكالها كل ده وقال لها انه بيحبها من زمان، برر لها بطئه وقال لها انه كان دايما خايف ومتردد ترفضه، بالذات بعد ما الدنيا جمعتهم تاني، فكان على طول خايف يخسرها. وهي كمان فتحت قلبها وقالت له انها طول الوقت ده عامله فيها مش غيرانه من صاحبته، مع انها كانت بتولع من جواها، بس كانت خايفه يكون حب من طرف واحد، فكان كفايه عليها هي تحبه من بعيد ما دام حبهم مش متبادل. فقال لها لا ده متبادل ونص، والا ما كنتش حاربت خوفي من الفشل وعرضت عليك الجواز. فالحمد لله ابطالنا كده ما سابوش حاجه ما قالوهاش، وبداوا يتعاملوا انهم متجوزين زي الناس عادي، لدرجه ان اصحابهم جالهم صدمه لما لقوهم عاملين فيها عصافير حب في المطبخ، كان اللي بيحصل ده معجزه ما كانتش على البال. وبعدها اخدها وراحوا بيته القديم عشان كان عايز يلم حاجات بتاعه مامته، وهناك الاتنين عرفوا حاجه حلوه وغريبه في نفس الوقت لما شافوا صوره لمامته ماسكه تورته، لان وراها كان في بنت بتجري، والبنت دي سبحان الله على الصدف كانت شومه، ويومها هي اللي ادت التورته لمامته عشان هي خدت اخر واحده، والست كانت عايزه تجيب لابنها تورته، فقالت لها ما تغلاش عليكي يا طنط، ودي كانت صدفه وربطه اقدار حلوه قوي حتى لو مر عليه سنين. المهم رجعوا بيتهم لقوا صاحبتهم على الباب وبتقول لهم معروفه، اللي بيحب يطفش بيجي هنا، وانا طفشت من بيتي عشان صاحبك ده يا شي ما يتعاشرش. سبب الخناقه الظاهري يعني كان على فوتوسيشن الفرح، بس الحقيقه ان العروسه قلقانه ومقتنعه ان العريس عايز يخلع ويهرب من الفرح زي امينه خليل كده ويفضحها وسط المعازيم، فبطلتنا قالت لشي معلش بنتنا برضه وخليها قاعده عندنا يومين، بس الحقيقه انها ندمت على القرار ده عشان لقت نفسها مش عارفه تقعد معاه ربع ساعه على بعض من كتر ما صاحبتها كل شويه تطب عليهم، وفي مشروع اسره سعيده مش ناوي يبدا حتى بسببها. ففاض بيها وقالت له انت اتكلم صاحبك يجي صالحها وياخدها عشان احنا كده رجعنا لوضعنا اول المسلسل، واللي بالمناسبه ما كانش عاجبني خالص. فكلم صاحبه وفعلا جه صالحها وخدها معاه عشان ابطالنا يرجعوا تاني لحياتهم الرومانسيه الورديه قبل ما تقتحمها عليهم صاحبتها، اللي بالمناسبه اقتنعت بالجواز خلاص، وعملت هي وصاحبه فوت سيشن على الضيق كده على البحر واتجوزوا في هدوء وهم مبسوطين بحياتهم الجديده. وبعد كام يوم اضطرت بطلتنا تسافر لاهلها تقضي معاهم النيو يير، وهو كمان كان المفروض يقضيها مع خالته، فقضوها فيس تايم، والاتنين لاحظوا انهم ما بقوش يعرفوا يتحركوا من غير بعض، وفضل يعد الايام ويستنى يوم رجوعها بفارغ الصبر. بس بصراحه عائلتها احتضنته قوي ودخلوه جروب عيلتهم الكبيره قوي، فلقى نفسه بيكلم ابن عم ابوها عادي جدا والناس معتبرينه واحد من العيله، فحس ان جايز دي فعلا تكون عيلته التانيه، فبعت لهم عديات عرفتهم انه كريم قوي، وفضلت معاه على التليفون لحد السنه الجديده ما بدات، وتاني يوم لقيته عامل لها مفاجاه ومسافر لها مخصوص، فقلبها نط من مكانه اول ما شافته ما كانتش عايزه تسيبه ابدا، ده غير اهلها اللي شالوه من على الارض شيل وقالوا انت من النهارده ابننا وزيك زيها، فحس بالدفى الاسري الجميل وبدا يندمج معاهم. وبالليل وهما بيتفرجوا على فيلمهم المفضل وراها فيديو مذيع الشارع وقال لها شوفي سبحان الله احنا الاثنين كنا في نفس المكان وما نعرفش، بس كل الصدف اللي حصلت بينا دي معناها ان قدرنا واحد واننا هنفضل سوا العمر كله. وقام مطلع خاتم وعرض عليها الجواز بشكل يليق بيها، فوافقت لتاني مره ولبست خاتمه وهي مفيش اسعد منها في الدنيا. وبعدين بتعدي 6 سنين بنلاقي فيهم صحابهم خلفوا طفل لمت خالص وابطلنا محلك سر. طب كلفوا نفسكم وقصوا شعركم مثلا حسسوني ان في سنين عدت. المهم صاحبتها كانت شايفه انهم مأجلين الخلفه كتير قوي وخساره والله عشان الاثنين هيبقوا اب وام
كويسين. فقالت لها لا مش دلوقتي عشان شي مشغول في شغله. بس لما الاتنين لقوا اصحابهم سافروا وسابوا لهم ابنهم يومين، قضوا معاه يوم كامل ولقوا ان الموضوع جميل فعلا، ويا سلام لو بقى عندهم بيبي يحبوه ويلعبوا معاه. فقعدت تلف وتدور لشي مش عارفه تجيبها له ازاي، فهو ما كانش فاهم هي مش بتتكلم على طول ليه وتقول عايزه بيبي. فشرحت له انها فاكره مش عايز يخلف عشان متعقد من ابوه. فقال لها اطلاقا، ده انا مستنيها تيجي منك وقت ما تكوني مستعده، عشان عارف ان الحمل وهرموناته بيأثروا على الام. طب والله شيء ده بطيء جدا في كل حاجه، بس متربي واعتمد عليه. المهم انهم اتفقوا اخيرا وجابوا لنا طفل بلوجر قد الدنيا وماشي في البيت يصور كل حاجه، بس ما عندوش حاجه اهم من صور باباه ومامته اللي تصوروها سوا، وشايفها كنز ما ينفعش حد يقرب منه. والحقيقه يا ولاد ان بعض الصور ممكن تكون كنز فعلا، وصورة حد واحد بنحبه قادرة بكل سهولة تطلعنا من حزن كبير زي ما أبطالنا شايفين. والحد هنا بنكون خلصنا ملخصنا النهاردة، أتمنى يكون عجبكم وتكونوا استمتعتوا بيه، فهستنى رأيكم فيه وهستنى تقولولي إيه الصور اللي قادرة تطلعكم من حزنكم. بس ده طبعا بعد ما تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس عشان ما تفوتكوش ملخصاتنا الحلوة. وسلام.